اللجنة المشرفة على انتخابات ائتلاف دعم مصر تعلن فوز السويدي برئاسة الائتلاف. محافظة الوادي الجديد تشهد العديد من الاحتفالات والفعاليات في عيدها القومي. وإصابات في اشتباكات ما بين الشرطة الإسبانية ومتظاهري إقليم كاتالونيا، ورئيس الوزراء يقول إن الاستفتاء لم يتم. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أهلا لبنى وأهلا بكم إلى ملفات هذا الحصاد لهذا المساء. عقدت الجمعيات العمومية العادية لإتلاف دعم مصر التي جرى خلالها الانتخابات الداخلية على رئاسة الإتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية، إذ أعلنت اللجنة الثلاثية المشرفة على هذه الانتخابات الداخلية للإتلاف فوز المهندس محمد السويدي برئاسة الإتلاف بالتزكية في حضور ملحوظ أكثر من 264 نائبا من أصل 348 لهم حق التصويت. وأيضا ترسخ الانتخابات الداخلية للائتلاف فكرة الديمقراطية داخل تكتل الأغلبية البرلمانية، ومع تشكيل مكتبه السياسي وإعلانه للخطة الجديدة التي سينتجها الائتلاف خلال دور الانعقاد الثالث المقرر في صباح اليوم الاثنين، يتبقى له المنافسة على هيئات مكاتب اللجان النوعية تحت قبة مجلس النواب. في سابقة برلمانية فريدة استطاع ائتلاف دعم مصر الحفاظ على استقراره وأن يثبت أقدامه في المشهد السياسي، خاصة بعد إعلان فوز المهندس محمود زكي السويدي بالتزكية واستمراره في رئاسة الائتلاف. دعم مصر والذي أعلن عن تأسيسه منذ عامين اللواء سامح سيف اليزل استطاع خلال عامين أن يثبت مدى جديته في مساعيه ما بين بناء الثقة مع الحكومة وتكوينه للأغلبية تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى التأكيد على حالة التوافق الداخلي. وبعد نجاحه وجه رئيس الائتلاف في كلمته الشكر لأعضاء الائتلاف على اختيارهم، مشيدا بجهد النواب خلال دور الانعقاد السابق، كما كشف رئيس الأغلبية عن عدد القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب في الفترة الأخيرة. قدمنا قوانين كثيرة عندنا، زي قانون الاستثمار، زي قانون التراخيص الجديدة، زي قوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية، زي قوانين بالمعاشات ورفع المعاشات، قوانين بزيادة منح ودعم المواطن في زيادة الأسعار. ما اقدرش نقول لحضرتك إن عدة قوانين كثيرة، لأن كان بيهمنا بداية الإصلاح الاقتصادي، بداية منظومة الإصلاح الاقتصادي، وإن شاء الله داخلين الدورة الجاية بيهمنا قوانين تهم التعليم إنها تحسن أداء التعليم، قوانين التأمين الصحي، رفع العيب على المواطن، في قانون الشباب لمشاركة الشباب في ما يحدث الأمور السياسية. فيما أكد الأمين العام للائتلاف طاهر أبو زيد أن الائتلاف يأمل أن يكون أكثر قربا من الشارع المصري في دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة. ائتلاف دعم مصر كما يعلم الجميع هو ائتلاف الأغلبية، هي أداؤه كان متوازن خلال الدورتين اللي فاتوا. بنأمل مع دور الانعقاد الثالث إن شاء الله أن يبقى فيه قرب أكثر من الشارع المصري. هي عندنا مجموعة من النواب الحقيقة يعني نماذج مشرفة لمحافظاتهم، مشرفة لوطنهم. خلال السنوات الماضية في الحقيقة كان بيربط أعضاء الائتلاف روابط محترمة جدا. وبعد تجهيز التكتل لصفوفه دائما يؤكد أعضاؤه أنهم تحملوا فاتورة المرحلة لعبور الظروف الصعبة والعمل مع الشعب الذي تحمل قرارات الحكومة الصعبة في هذه المرحلة. ومعنا على الهواء مباشرة نائب ثروة بخيت عضو مكتب السياسي الائتلاف دعم مصر وعضو لجنة التشريعية في مجلس النواب. سيادة نائب، أولا يعني نبارك لك على عضوية المكتب السياسي الائتلاف في القاهرة الكبرى، و نود أن نتعرف على
تفاصيل ما جرى في هذه الانتخابات والتي يبدو أنها جرت في أجواء ديمقراطية، أجواء مهمة جدا تتناسب مع ائتلاف دعم مصر. أهلا بك يا أستاذ حسان، وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة النهاردة كان يوم عرس للديمقراطية، لأنه زي ما تابعتوا وتابعت قناتكم المحبوبة لدينا إجراءات الانتخابات كانت أكثر من رائعة. حدث التوافق على أكثر من موقع وأكثر من محافظة بين السادة النواب، كل آثر غيره على نفسه، ودي الروح اللي مطلوبة في هذه المرحلة، لأنه المرحلة الحقيقة يعني المرحلة يعني صعبة علينا كنواب، صعبة على الحكومة، صعبة على الدولة. فكون السادة النواب أن يؤثر كل غيره على نفسه، فدي حاجة في حاجة تحمد للسادة النواب أعضاء الائتلاف. النهاردة كان عرس حقيقي للديمقراطية، حتى الأماكن التي تم الاقتراع عليها بعد ظهور النتيجة ذهب الخاسر، لا نقول الخاسر، ذهب من لم يوفق إلى الذي فاز لنبانس، مهنئا له على وعد بأن يكون سند له ويكون الجميع في خلف بعض حتى نصل بمصر ونصل بمجلس النواب إلى بر الأمان. وهل هذا يعني ما تقوله سيادة النائب، يعني ما أكد عليه محمد السويدي عندما قال إن قرارات الائتلاف تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وليست المصلحة الشعبية أو المصلحة الخاصة للائتلاف فقط، يعني كيف تبدو هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة لمصر أيضا بعيدا عن أي مصالح شخصية للنواب؟ الحقيقة لو لاحظت حضرتك يعني كثير من القوانين التي صدرت كانت بالفعل ممكن أن تؤثر في شعبية النواب، ولكن النواب في دور الانعقاد الأول ودور الانعقاد الثاني كانوا يؤثروا مصلحة البلد ومصلحة المواطن على المدى البعيد. قد يكون المواطن حاسس أنه مجلس النواب ضده، مجلس النواب بيشتغل ضد مصالحه في الحزم الاقتصادية والتعديلات الاقتصادية التي قامت بها الدولة وقام البرلمان بالموافقة عليها، بعض القوانين مثل قوانين الخدمة المدنية، الضريبة المضافة. كان ينظر لنا المواطن على أساس أنه هذه القوانين هي ضد مصلحته، فده كان بيأثر على شعبية النواب في الشارع المصري، لكن النواب أثروا مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية. صحيح، يعني مع يعني الائتلاف فتح طبعا ملفات متعددة، ملفات قوية وجريئة في الفترة البرلمانية الماضية سيادة النائب ثروت، لكن كيف في رأيك يعني أهم الملفات التي يمكن أن تفتح أيضا وتهم المواطن وتهم المصريين ككل ويمكن أن تناقش أيضا في مجلس النواب في الفترة القادمة؟ أستاذ حسن، إحنا عندنا قانونين في منتهى الأهمية. قانون طوال الأجازة الصيفية واللجنة التشريعية بمتابعة من السيد رئيس المجلس والسادة الوكيلين وكذا الأمين العام للمجلس والسيد المهندس رئيس الائتلاف، قمنا بأكثر من جلسة استماع في قانون الإجراءات الجنائية. وكما تعلم حضراتكم ويعلم السادة المشاهدين أنه قانون الإجراءات الجنائية هو القانون صحيح. قانون الدستور اليومي لكل المصريين، فهو من يتعامل مع منظومة العدالة من مواطن، من محامي، من قاضي. فالحقيقة احنا منكبين الآن على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية حتى نجد ضلتنا في العدالة الناجزة، لأنه زي ما حضرتك عارف أنه هناك مطالب من الشارع المصري للنواب، هناك كثير من القضايا تتأخر. لماذا التأخير؟
فقانون الإجراءات الجنائية سوف يعمل على العدالة الناجزة نمرة واحد. نمرة اثنين، وده الأهم أو في مستوى الأهمية لقانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون التأمين الصحي، وهو بالفعل صحيح. في جاهز عرضه على لجنة الصحة وعلى مجلس النواب. فنحن في حاجة ماسة إلى توحيد الخدمة الصحية لكل المواطنين المصريين. إذا أنجزنا هذين القانونين على الأقل في الفترة الوجيزة في بداية دور الانعقاد، صحيح. أعتقد أنه ده هيحسب لمجلس النواب، لأنه هذين القانونين في منتهى الأهمية. يعني حضرتك هنا بندى لهذين القانونين زي ما قلت حضرتك أنهم يعني قانونان مهمان. في الفترة الماضية طبعا تم الحديث حول مناقشة حوالي 300 مشروع قانون يعني أو قوانين لم تكن قيد التنفيذ، وقيل أن هناك سرعة في يعني البت في هذه القوانين مما أثر حتى على بعض البنود يعني. لكن هذين القانونين بما أنهما مهمان أستاذ ثروت، هل هناك خبراء معينين تستعين بهم وخاصة من القانونين من خارج الائتلاف، أم أن كل الذي يناقش هذين القانونين المهمين هم من أعضاء ائتلاف دعم مصر؟ لا يا فندم، احنا كل المواطنين، كل السادة النواب، كل السادة النواب شركاء في هذا الأمر، وكذا بالإضافة للسادة النواب، يعني لك أن تتخيل في قانون الإجراءات الجنائية حضر كل السادة المستشارين رؤساء المحاكم الجنائية، كل يدلو، كل من سيادتهم يدلو بدلو في مجال قانون الإجراءات الجنائية، خبرات عملية حقيقية. حضر السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العام والفرعي، حضر أساتذة القانون الجنائي في كليات الحقوق المصرية. نعم. فإحنا يعني استفادتنا مش بتكون قاصرة على السادة النواب فقط، ولكن بنستمع إلى خبراء من الخارج، لأن هذه القوانين تخص كل المواطنين. فإحنا عندنا قمنا بجلسات عديدة للاستماع لقانون الإجراءات الجنائية، وسوف نقوم بجلسات أكثر خلال الفترة القادمة أيضا لمواطنين عاديين. طيب. لكل العاملين في منظومة العدالة، وكذا التأمين الصحي. صحيح. سوف نستمع إلى كل السادة النواب، كل السادة النواب وكذا الخبراء في عالم. نعم. الصحة سوف. طيب. نستفيد من كل خبراتهم حتى نخرج بقانون لخمسين عام قادم. بالنسبة للمواطنين أستاذ ثروت، وآخر سؤال سيادة النائب، يعني وهو أن الائتلاف طبعا معروف أنه يأمل أن يقترب من المواطنين في الشارع وخاصة الشباب، هل يعني هناك استراتيجية معينة للاقتراب من الشباب في الشارع، وأيضا محاولة لدمجه لكي يلتحق بالأحزاب السياسية المختلفة وليس الائتلاف فقط، ومن خلال رفع الوعي الحزبي لديه في عجالة؟ بص حضرتك، احنا النهاردة عندنا قانون قانون المحليات سوف يقر خلال أيام من دور الانعقاد الأول، ودور الانعقاد وقانون المحليات سوف يمكن 25% أي ما يربو من 13,000 شاب في المحليات، والمحليات هي الشغل الشاغل. نعم. للمواطن، للشارع، هو الحاكم الفعلي للشارع. فده هننطلق من انطلاق انتخابات المحليات اللي بيها هنمكن. نعم. الشباب تمكين حقيقي، لانه النهارده في 13,000 شاب بالاضافه الى. نعم. كمان 13,000 مرأة ممكن ان يكون منهم. نعم. شباب. اذا مبروك على هذا الانتخابات او يعني الديمقراطيه التي تمت في هذه الانتخابات لائتلاف دعم مصر. اشكرك اذا النائب ثروت بخيت، عضو مكتب السياسي لائتلاف دعم مصر وعضو لجنه تشريعيه مجلس النواب، اشكرك شكرا جزيلا. الحصاد مستمر معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. محافظة الوادي الجديد تشهد العديد من الاحتفالات والفعاليات في عيدها القومي.